الثامن من ماي 1945، حكاية لا تنسى في قلوب الجزائريين. كتبت بدماء الأبرياء من الشعب الجزائري الأعزل، كان أملهم الوحيد الحرية والاستقلال، التي تجلت في وضع الحرب العالمية الثانية أوزارها بانتصار دول التحالف على النازية. هذه الحرب أقمحت فرنسا الجزائريين فيها بالتجنيد الإجباري كذروع بشرية أمامية لحماية جيشها، وكان الشعب يتطلع أن يؤدي هذا الانتصار إلى تنفيذ الوعود باستقلال الشعوب المستعمرة. ليلة جزيرة 8 ماي 1945 حدث مفصلي في تاريخ الجزائر المعاصر، لما تركته من تداعيات على مسار النضال الوطني الجزائري ضد المستعمر الفرنسي. وللحديث عن هذه المجازر الدموية لابد من التوقف عند الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الأحداث، أو بالأحرى المجازر هذه. أولها يعني الوعود التي قدمت، أو بالأحرى قدمها الساسة الفرنسيون لشعوب مستعمراتهم، ومن بينها الجزائر طبعا، بما أنها كانت مستعمرة محورية، بل يمكن القول بأنها أهم مستعمرة على الإطلاق في القارة الإفريقية. هذه الوعود تضمنت إشارة غير مباشرة بمنحها أو منح هذه الشعوب للاستقلال في حال ما إذا يعني ربحت فرنسا المعركة إلى جانب الحلفاء طبعا في الحرب العالمية الثانية. وبالمقابل أو في مقابل ذلك طبعا، أقنعت إن صح التعبير عدد يعني الشعب الجزائري، أو عدد معتبر من الشعب الجزائري، بضرورة التجند إلى جانبها في ساحات المعارك التي كان يخوضها الحلفاء، ومن بينهم فرنسا طبعا ضد قوى المحور طبعا في الحرب العالمية الثانية. ورغم المشاركة الكبيرة والمؤثرة للجزائريين في هذه الحرب إلى جانب الحلفاء، إلا أن فرنسا تنكرت لهذه الوعود التي أطلقتها، لا سيما لما أعلن سنة 1944، وأنذاك في تلك السنة يعني كانت الحرب قد أخذت منحى آخر يوحي ببداية أو يعني أوشكت إن صح التعبير الحرب العالمية الثانية على الانتهاء، بأخذ دول الحلفاء بزمام المبادرة وتحقيق يعني انتصارات كثيرة على حساب دول المحور. ما إذا تحدثنا حول أسباب مظاهرات 8 ماي 1945، يجب أن نرجع إلى أحداث الحرب العالمية الثانية، وسأركز هنا على مجموعة نقاط. أولها الشباب الجزائري الذي خاض هذه الحرب. لدينا أسماء، بمعنى أنه عندنا مصطفى بن بولعيد شارك في الحرب العالمية الثانية وجرح فيها، عندنا محمد بوضيف، عندنا أيضا أحمد بن بلة. دونك عندنا شباب الجزائري في مقتبل العمر في العشرينات من عمره يجد نفسه مرغما في الدخول في حرب لا نقاط له ولا جمل فيها، ما عندوش علاقة بفرنسا، لا يروح يضحي من أجلها. بعد ذلك هذا الشباب كانوا في مقدمة الصفوف، فكانت عندهم تجربة النار، استماع الرصاص وانطلاق الموت والجرحى والمصابين، كل هذه كانت تجربة غنية وفي نفس الوقت مؤلمة للشباب الجزائري. نروح بعد مباشرة مجموعة من الشباب الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، نلقوا الصدمة الكبيرة هي هزيمة فرنسا. هزيمة فرنسا القوية الجبارة التي لم يستطع الشعب الجزائري التخلص منها أخيرا هزمت.
يمكن لأي دولة أن تهزمها مثل ما هزمتها ألمانيا. خاصة في نفس الفترة نلقاو أنه انتشرت الدعاية الألمانية على مستوى واسع في الجزائر من خلال الإذاعة الألمانية التي كانت تبث في فرنسا وكانت تبث في إيطاليا. هذه الدعاية أبرزت إلى المجتمع الجزائري أن هناك قوة جديدة هي قوة ألمانيا، وأن هذه ألمانيا جاءت لتنتقم ولتحرر شعوب شمال إفريقيا. فالتأثير الدعاية الألمانية كان كبير على الجماهير الشعبية ذات التعليم البسيط. قلنا بعدما تهاوت القوات الفرنسية في ظرف وجيز جدا أمام القوات الألمانية، عندما دخلت هذه الأخيرة في ظرف قصير جدا واحتلت العاصمة باريس، ومن هذا المنطلق يعني زالت خرافة المستعمر الفرنسي أو القوة الفرنسية التي لا تقهر، و يعني تيقن الجزائري وازداد قناعة بأنه بمزيد من التآلف والوحدة بين مختلف أطياف الشعب الجزائري، فباستطاعته هو الآخر أن يقهر القوة الاستعمارية الفرنسية ونيل الاستقلال بالقوة طبعا، إذا لم توفي فرنسا بعهودها التي قدمتها في أكثر من مناسبة. بين الأسباب كذلك أو الأسباب التي أدت إلى هذه المجازر هو احتكاك الشباب الجزائري الذي شارك إلى جانب الجيوش الفرنسية في الجبهة بغيره من شعوب المستعمرات. ونحن نعلم أن فرنسا كانت تبسط سيطرتها على عدد غير قليل من الدول الأفرو آسيوية، وهذه الدول وأبناء هذه الدول جندوا تجنيدا بفضل قانون التجنيد الإجباري الذي فرضته فرنسا في هذه المستعمرات، وألزموا على إرسالي على تجنيدي إلى جانب الجيش الفرنسي، ووضعوا في الصفوف الأمامية في الجيش كوقود حرب. شأنهم في ذلك شأن الجزائريين الذين احتكوا بهؤلاء، وهذا الاحتكاك في الواقع ولد يعني نوع من فتح آفاق جديدة للجزائريين، وعرف يعني الشباب الجزائري أفكار جديدة حول الكفاح، حول النضال السياسي، حول يعني حتى السياسة التي طبقتها الإدارة الفرنسية تجاه هذه الشعوب، كيف زج بهم ظلم وعدوانا في هذه الحرب. وهنا وجب الحديث عن التنسيق الذي كان بين قادة الحركة الوطنية الجزائرية، وهذا التنسيق كان الهدف منه توجيه رسالة إلى السلطات الاستعمارية بأن الوضع لم يعد كما كان عليه سابقا، بحيث أن النضج السياسي أصبح عالي لدى الجزائريين. كذلك العائلة الجزائرية بين قوسين توحدت والتأمت مع بعضها البعض في مواجهة السياسة الفرنسية. وفي هذا الصدد عقد اجتماع سري في 19 أفريل 1945 بقصر الشلالة، ضم كل من البشير الإبراهيمي كرئيس لجمعية العلماء، مصالي الحاج، وأيضا فرحات عباس. تم على إثره الخروج بقرار أنه يجب القيام بشيء ما لمواجهة المستعمر الفرنسي، وأيضا بتوجيه رسالة بأنه الشعب الجزائري لم يعد كما كان عليه في السابق. وتم التوافق على أن الخروج في مظاهرة من أجل يعني من أجل وضع المستعمر الجزائري في الصورة وتبليغ أو تجسيد
ما تم التخطيط له سلفا. بدأت الاحتفالات في مختلف دول العالم بانتصار الحلفاء على النازية الألمانية، وفي الجزائر خاصة بدأت من الأول من ماي 1945. كان هذا اليوم يوافق لعيد العمال بمظاهرات في مختلف المناطق الجزائرية، وتعد هذه الاحتفالات التي كان يرجو منها الجزائريين الاستقلال شرارة انطلاق المجازر الدموية. وعود شارل ديغول بمنح المستعمرات الاستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في مؤتمر برازافيل جونفي 1944 بحق تقرير المصير، ومع تزايد الوعي لدى الشعب والشباب وإدراكه أن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، وبالإضافة للوعي السياسي الذي تمثل في بيان 10 فيفري 1943 من بين الأسباب التي أدت إلى خروج الجزائريين يوم 8 من ماي 1945. وبعد ذلك يعني تطورت الأحداث بتسارع منذ الفاتح من ماي 1945 اللي هو يمثل عيد العمال في العالم قاطبة أو لدى شعوب العالم قاطبة. فمن هنا بدأت المظاهرات تخرج بالجزائر كما هو الحال عليه في مختلف عواصم العالم في عدة مدن جزائرية، غير أن المظاهرة الأهم التي سبقت مظاهرة 8 ماي 1945 كانت في 7 ماي 1945 بالجزائر العاصمة، أين خرج الجزائريون في مظاهرة هناك، دخلوا في على إثرها في مناوشات مع الشرطة الفرنسية التي استعملت القوة المفرطة، أدت إلى سقوط أحد الضحايا اللي هو ابن الحفاف من عائلة ابن الحفاف، وهذه العائلة التي تعتبر من أبرز أعيان مدينة الجزائر. بعدها يعني هذا الحدث المأساوي إن صح التعبير حرك قادة الحركة الوطنية آنذاك، والذين اجتمعوا لاحقا وضم الاجتماع خاصة عن جانب جمعية العلماء المسلمين، رئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي، عندنا أيضا الشيخ خير الدين وأيضا العربي التبسي، كما حضر عن حزب البيان إن صح التعبير فرحات عباس وأحمد بومنجل، وكذلك عن حزب الشعب الجزائري حسين عسلة و أحمد مزغنة. في بيان الشعب الجزائري هناك برزت لأول مرة معادلة، ولذلك الباحثين والمؤرخين الفرنسيين وعلى رأسهم شارل روبرت أجون يقول لك أن البيان الشعب الجزائري هو التعبير عن الوطنية والقومية الجزائرية والهوية والجنسية الجزائرية. يقول لنا فرحات عباس والكتب لكن بعد استشارة أعضاء الحركة الوطنية، يقول لنا باللغة الفرنسية: le temps est passé où un musulman algérien demandera autre chose que d'être أن ألجيريا مسلمة. لقد فات الوقت وإن يكون فيه المسلم الجزائري يطالب إلا بشيء واحد، هو أن يكون جزائريا مسلما. دونك هنا خرجنا، ما عندناش عندنا الهوية للإسلام، ولات الدرجة الأولى هي الجزائر الجزائرية. ألجيريان مسلمان، هو كان في الأول مسلمان ألجيريان بصح درك غير إلى ألجيريان مسلمان. هذا الوفد يقوده فرحات عباس وأحمد بومنجل إلى يعني السلطة يعني إلى الحاكم العام أو إلى السلطات الفرنسية بالتحديد بتوجيه رسالة احتجاج وتذمر من هذا السلوك الفرنسي. اعتقل على إثرها فرحات عباس وزميلي وزوج جبين في السجن، أين حولوا لاحقا أو بعدها إلى سجن قسنطينة. ذلك يعني تم إلقاء القبض أيضا على محمد البشير الإبراهيمي، أو بالأحرى يعني بعد يوم من ذلك في 8 ماي 1945 خرج الجزائريون عن بكرة أبيهم في مدينة سطيف أولا، ثم إلى مختلف ربوع الوطن وخاصة في خراطة وبجاية، أين خرجت الجماهير تنادي بالاستقلال وبضرورة إيفاء
فرنسا بوعودها بتقديم أو بمنح الاستقلال للشعب الجزائري. فعلى إثرها بعد ما أوعز للبوليس الفرنسي بضرورة استعمال القوة بعدما رفض الجزائريون إنزال العالم الجزائري رمز السيادة الوطنية آنذاك، تدخلت الشرطة الفرنسية بقوة وحاولت فض هذه المظاهرات عن طريق القمع. سقط على إثرها أول شهيد الذي كان يحمل العالم الوطني وهو بوزيد سعاد بمدينة سطيف. نبدأ بمدينة سطيف. علاه سطيف؟ الدراسات تقول لنا التاريخية لما نقرأ شارل روبان جون دائما يقول لنا أن سطيف عندنا مركز صيدلية فرحات عباس، وإن كان تجمعات كثيرة في هذه الفترة في ربيع 1945، وإن كان يخطب. وعندنا شيء آخر، أنه أثناء الخطابات كانت هناك الشباب الجزائري الصغير من الكشافة الإسلامية كانوا يتظاهروا بزي الكشافة الإسلامية وينشدون الأناشيد الوطني. فعندنا هذا الزخم، هذا النشاط، وين يكون فيه الكشافة أو عناصر الكشافة الإسلامية ثم يخطب فرحات عباس في سطيف، كانت عندها زخم كبير. إضافة إلى شيء آخر، أن مقر البشير الإبراهيمي كانت في سطيف، مقر الحركة الوطنية في بعض الأحيان النشاط كان في سطيف. لذلك نلقوا أن الانطلاقة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية يصدر بيان عن حركة أحباب البيان والحرية، يصدر بيان يطالب فيه الجماهير الشعبية الجزائرية الخروج احتفاء بهذه المناسبة، بانتهاء الفاشية، بانتهاء النازية، بانتهاء الاستبداد، بانتهاء العنصرية، واحتفالا بالتحرر، بالحرية، بالاستقلال. فعنا الجماهير الشعبية تم تنظيمها من طرف مؤطري أو إطارات حزب الشعب، لأنه حزب الشعب الجزائري توغل في حركة أحباب البيان والحرية، فالمظاهرات كانت منسقة ومنظمة بشكل جيد من طرف إطارات حزب الشعب. عنا في مقدمة الصفوف كانت الكشافة الإسلامية، شباب الكشافة الإسلامية. لماذا شباب الكشافة الإسلامية؟ وحنا نرجع إلى الوراء، إلى محمد بوراس. ومحمد بوراس كان حلمه هو إعداد شباب صغير أو فتي يعدهم إلى المقاومة المسلحة. لذلك محمد بوراس راح يسافر إلى فرنسا محاولة للاتصال بالألمان لشراء السلاح، لكسب تدريب عسكري معين. المسؤولين الألمان اللي كانوا في فرنسا وجهوه إلى مسؤولين آخرين في الجزائر، حاول يتصل بهم ليأخذ تكوين عسكري يقدم إلى الشباب الجزائري بالإضافة إلى السلاح. لا ننسى شيء آخر، أن شعار الكشافة الإسلامية كان كن مستعدا. نلقوا أن محمد بوراس بعد رجوعه إلى الجزائر القوات الفرنسية ستلقي القبض عليه بتهمة التجسس، بتهمة التعاون مع ألمانيا. ولا ننسى أن محمد بوراس كان يعمل سكرتير داكتيلوغراف في الحكومة العامة، دونك هناك رسومات وخرائط قيل أنه أخذها وسلمها إلى الطرف الألماني. تم محاكمته بعد تعذيب استمر عدة أيام، تم محاكمته وحكم عليه بالإعدام بعد في 27 مايو 1941. من هذا التاريخ الكشافة الإسلامية، رمز الكشافة الإسلامية هو محمد بوراس. مجازة 8 مايو 1945، قبل الحديث عنها نتحدث عن أعداد المشاركين. فأعداد المشاركين رغم هناك تضارب في الإحصائيات وهم بالآلاف طبعا، هناك مصادر تتحدث عن نحو 9000 مشارك في هذه المظاهرات، وهناك مصادر تحدثت أكثر من ذلك بكثير، تحدثت عن نحو 15000 متظاهر. يعني في كل الأحوال هذا الرقم يعتبر رقما مرتفعا جدا، خاصة بالنسبة لعدد سكان الجزائر في ذلك الحين الذي لم يصل إلى 10 ملايين نسمة. طبعا هذه المظاهرات مست تقريبا معظم مدن الجزائر، ولكنها تركزت بالأساس في المدن المعروفة، قالما، خراطة، بجاية، سطيف. هذه المدن التي كانت
يعني شهدت هذه المظاهرات بشكل كبير. ما يلاحظ كذلك على هذه المظاهرات أن الكشافة الإسلامية الجزائرية كان لها دورا مركزيا في ذلك من خلال الأناشيد الوطنية التي كانت تنشد وكانت يعني خلالها تنشد خلال هذه المظاهرات. لذلك لما خرجت مظاهرات الصيف الكشافة الإسلامية هي اللي كانت في مقدمة الصفوف، تحمل الأعلام علم فرنسا، علم الولايات المتحدة الأمريكية، علم الاتحاد السوفيتي، علم بريطانيا، علم كندا في الصفوف الأولى. بعد ذلك يأتي العمال، بعد ذلك يأتي الجماهير الشعبية منهم أطفال ونساء، وبعد ذلك بقية القرويين والفلاحين. ولماذا القرويين والفلاحين؟ لأن في الصيف في 8 ماي كان يوم للسوق الوطني، فتجمع بتقريب 8000 شخص تظاهروا، والمسيرة انطلقت في شوارع الصيف لكي تصل إلى نصب التذكاري لوضع الزهور. إطارات حزب الشعب طلبوا أن تكون التظاهرات الجزائرية منفصلة عن التظاهرات الفرنسية، بمعنى أن يكون الجزائري صرف وحده. انطلقت الصفوف، بدأت بالأعلام بالكشافة الإسلامية، بعد ذلك بدأت تظهر شعارات اللي هي شعارات ممنوعة، اللي هي شعارات إطلاق سراح منصلي الحاج، شعارات الممنوعة اللي هي استقلال الجزائر، رفع مطالب الأناشيد الوطنية منها فداء الجزائر من جبالنا اللي هي ممنوعة. فهذه المسار أخذه انطلاقا في شوارع الصيف، ثم وصلوا إلى مقهى اسمه مقهى فرنسا، لو كافي دو فرانس. هناك الشرطة الفرنسية اللي كان عددها بسيط رأت فجأة العلم الجزائري، وظهر العلم الجزائري لأول مرة في مظاهرات 8 ماي 1945. والعلم راهو نعرف نصفه أبيض، نصفه أخضر، ونصفه النجمة والهلال اللي بالدماء الشهداء. فهذا العلم اللي يمثل حرية، اللي يمثل الاستقلال، اللي هزوا الكشافة الإسلامية. فرنسا ما كانش تقدر، أو الشرطة الفرنسية ما كانش تقدر تترك هذا العلم. طلب من سعال بوزيد ترك العلم أو تسليم العلم، مرفضة، لأنه بالنسبة لي هوية، رمز، ما يقدرش يطلق الرمز والحرية إلى الطرف الفرنسي. فاستخدم الشرطي الفرنسي العنف، قتل وهو فتى في 20 من عمره. القتل سعال بوزيد، وإذا حبينا نقوله وضع أو إسقاط العلم الجزائري، وكأن هناك موجة من الغضب والتحرر دخلت إلى مشاعر المتظاهرين، خاصة بعد مقتل سعال بوزيد. فتلك الرغبة في الحرية، تلك الرغبة في الانعتاق. أن المصادر أن الإدارة الفرنسية لم تعترف بهذه الأرقام، راح تتحدث عن مئات الضحايا، مئات القتلى، بالأكثر من ذلك. هناك بعض المصادر الفرنسية التي تحدثت عن، قدمت يعني معلومات مغلوطة، وصورت أن هذه المظاهرات كان ضحاياها الأوروبيين. لعل يعني يحضرني الآن ما خلفه لنا الموظف السامي في عمالة قسنطينة، هو إوجان فالي، هذا الذي وضع كتابا أو شهادة بعنوان لزيمات دو ويمي 45، يتحدث فيه عن ضحايا هذه الضحايا الأوروبيين الذين سقطوا في عمالة قسنطينة، في منطقة قسنطينة، وقد يعني تعرض بشكل يعني بشكل فاضح وكاذب لهذه المظاهرات، بحيث أنه صور لنا يعني أن هذه المظاهرات راح ضحيتها الأوروبيين الذين كانوا يعيشون في عمالة قسنطينة، وراح كذلك يركز على بعض الجرائم ذات طابع الأخلاقي، محاولة منه طابع الأخلاقي، حاولوا أن يبين فيها بأن هؤلاء الأوروبيين وقعوا ضحايا للجزائريين الهمجيين الذين خرجوا ضد الحضارة وضد المدنية الفرنسية. البلدية الفرنسية راح يهاجموا مركز الضرائب الفرنسي، راح يهاجموا كل
كل مكان يوجد فيه علم فرنسي سيتم مهاجمته. بعد ذلك هؤلاء الجموع الغاضبة ستخرج من سطيف وستنتقل إلى الأحياء المحيطة بها أو الضواحي سطيف، وين راح يهاجموا على المزارع المعمرين لأنه سيكون هناك إعلان الجهاد، فراح يهجموا على مزارع مختلفة، سيكون هناك قتل المعمرين. ولازم نعرفوا أن الجموع الجماهيرية الغاضبة في رأسها حرية الجزائر واستقلال الجزائر، ومن جانب آخر الرفض الفرنسي المتمثل في القتل، قتل كشاف بريء لا ذنب له إلا أنه رفع العلم الجزائري. قتل معمرين أوروبيين في مناطق مختلفة من سطيف، انتقلت العدوى إلى يالما، انتقلت العدوى إلى خراطة، انتقلت العدوى التظاهر والغضب والموجة الغضب من حدود تونس إلى القبائل. عدد الموقفين فيها وصل إلى 30 موقوفا، وأما عمل طهران فكان حوالي 378 موقوف. طبعا هنا السؤال الذي يطرح، لماذا عمل قسنطينة كان هذا العدد يعني مرتفع بشكل كبير؟ لخصوصية هذه المنطقة، لخصوصية هذه المنطقة، منطقة يعني سطيف، هذه المظاهرات كانت فيها بشكل كبير، جيجل كذلك، لأنه عدد المتظاهرين وعدد القتلى حتى كان بشكل كبير في هذه المنطقة. حتى في حين أن هناك بعض الوثائق القضائية الفرنسية تحدثت على حوالي 4143 موقوف. في كل الأحوال يعني الأرقام متضاربة، ولكنها تشترك في نقطة واحدة، أن عدد الموقوفين كان كبيرا يضاهي عدد القتلى. وكذلك وهناك يعني قتلى حتى أشارت إليهم بعض المصادر الفرنسية قتلوا بطريقة بشعة وبطريقة يعني وحشية وغير إنسانية، حيث خاصة في جالما، حيث أحرقت جثثهم، وعمد الفرنسيون بعد ذلك بعد إحراق هؤلاء إلى إخفاء هذه الجثث حتى لا يقوم الدليل على هذه الجريمة الشنعة. حتى أن الأهالي الجزائريين عندما رفعوا شكاويهم للعدالة الفرنسية ويعني انتدبوا محامين، رفض المحامون الفرنسيون يعني تبني قضاياهم والدفاع عنهم، ولم يتجشموا عناء النظر إلى مطالبهم. لتكون هذه المجازر الهمجية تداعيات في أوساط المجتمع الدولي وفي الساحة السياسية الوطنية كبداية للأصوات المنادية بالجهاد في سبيل الله والاقتصاص من الأوروبيين المعمرين وتحرير الجزائر من المستعمر الفرنسي. أقول أنه بعد ذلك عن موجة من الاعتقالات، حيث قامت السلطات الفرنسية باعتقال ما يقارب 5560 معتقل، وتم الحكم على 1370 عنا حكم، منهم 329 حكم بالأعمال الشاقة، عندنا حكم بالإعدام على 99 جزائري، ونفذ الإعدام على 20 منهم، وهناك من ظل في سجن إلى ما بعد الاستقلال الجزائر، فعنا أشخاص ظلوا في سجن إلى بسبب مظاهرات من يمي إلا بعد ما تحصلت الجزائر على استقلالها. نرجع الآن إلى تأثير مظاهرات من يامي 1945 على الشباب الجزائري، على الأسماء اللي ذكرناها من قبل، على محمد بوضياف اللي كان يشوفها قطيعة مع الوجود الفرنسي، على أحمد بن بلة الذي تحصل على وسام شرف لأنه شارك في تحرير فرنسا وفي إيطاليا، اللي كان يعتبر وقال أنه فجأة حسيت أنني أجنبي في الوطن تاعي. مصطفى بن بولعيد نفس الشيء، عندنا كريم بالقاسم، عندنا عمار وعمران
عمران، عندنا زبيب عجاج، عندنا أحمد محساس، عندنا العربي بن مهيدي الذي اعتقل في بسكرة من جراء مظاهرات من يمين، عندنا الرئيس السابق هواري بومدين أيضا الذي اعتقل في قالمة. كل هذا الشباب، كل هذه الشباب ظل يتذكر مجازر 8 ماي أو ما حدث، ودرت الرواية الشفوية تنتقل من شاب إلى شاب، ودرت موجودة في أذهانهم ويفكرون على طريقة معينة لإبراز هذه القطعة. بعد مجازر 8 ماي 45 التي ارتكبتها الإدارة الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، حاولت الإدارة، هذه الإدارة، امتصاص غضب الجزائريين. هناك يعني هذه المجازر التي يعني استقطبت ليس فقط الرأي العام المحلي، وإنما حتى الرأي العام العالمي. الصحافة العالمية تحدثت عنها بشيء من الامتعاض، خاصة صحف ذات طابع اليساري. حتى يعني الدوائر الرسمية الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذه المجازر أحدثت يعني ردود أفعال مست بسمعة فرنسا في المحافل الدولية. من أجل يعني امتصاص غضب الشعب الجزائري والحركة الوطنية بصفة عامة، باشرت الإدارة الفرنسية إجراء قانوني ينص على عفو، على إصدار حق قانون العفو الذي مس الحركة الوطنية أو الناس الذين شاركوا في هذه المجازر. فصدر مرسوم 16 مارس 1946 الذي منح عفوا شاملا على الأقل من ناحية نظرية لعموم الحركة الوطنية ولعموم الذين اعتقلوا. وفي هذا الإطار أعيد بناء الحركة الوطنية وفقا لرؤية جديدة تتكيف مع هذه المعطيات الجديدة التي أفرزتها مجازر 8 ماي 45 وعلاقة الشعب الجزائري بالإدارة الفرنسية. وفي هذا الإطار أعيد بعث الحركة الوطنية. هي في الحقيقة يعني أن الأحزاب السياسية امتداد ظهرت في ثوب جديد، بحيث أن حزب الشعب الجزائري ظهر باسم جديد عرف بحركة انتصار الحريات الديمقراطية الـNTLD. وأفرزت هذه الأحداث، أحداث 8 ماي 45 أو خلينا نسموها مجازر 8 ماي 45، دخول الجزائر في مرحلة مفصلية، أو بالأحرى يعني تركت نتائج كان لها الأثر الكبير على مستقبل الجزائر آنذاك. فبغض النظر عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالجزائريين، والتي يعني يجمع أغلب يعني تجمع أغلب الدراسات على أنه كانت حوالي 45 ألف شهيد، وهناك من يقول حوالي 84 ألف شهيد. فعلاوة على هذه الخسائر البشرية كما قلنا، فقد أفرزت هذه المجازر تعاطفا كبيرا من طرف الشعوب الحرة في العالم، وخاصة الشعوب العربية. ونستنتج ذلك أو نلاحظ ذلك في التعاطف الذي لقيته خاصة من الشعب المصري، الذي يعني جل يعني أعرب جل أو أعربت جل شرائحه عن إدانتها الكبيرة، وكذلك عن دعمها المطلق للشعب الجزائري في مواجهة قوات أو في مواجهة عنهجية وتسلط المستعمر الفرنسي. ويتضح لنا ذلك في تناول الجرائد المصرية لهذه الأحداث، لا سيما تلك الناطقة للأحزاب المعروفة آنذاك بتوجهها القومي العروبي. وهنا نخص بالذكر حزب الوفد الذي كان من أهم، يعتبر أهم الأحزاب المصرية آنذاك،
واللي أعرب عن دعمه المطلق للشعب الجزائري في مواجهة جبروت المستعمر الفرنسي وإدانته الكبيرة لسياسة القمع الفرنسية، ويتضح ذلك جليا في ما كتبته الجرائد الناطقة باسمه، وهنا نخص بالذكر جريدة البلاغ التي كتبت عدة مقالات لا سيما التي كان يكتبها محمد إبراهيم المازيني، التي فضحت السياسة الاستعمارية ودعت السلطات الاستعمارية إلى ضرورة مراجعة حساباتها و الكف عن سياسة القمع هاته والإنصات والإصغاء لمطالب الشعب الجزائري بضرورة منحه الاستقلال. علاه نقولوا مظاهرات سطيف وقال ما وخرطة؟ لأن الذروة تاع المجازر كانت في الثلاثي هذا، لكن المجازر كانت في كل الشرق الجزائري انطلاقا من تونس إلى القبائل، إلى منطقة القبائل. بعد ذلك نرجع، قلت ما يمكن أن أقوله أن هناك دراسات جديدة تتحدث عن قراءات جديدة حول مظاهرات 8 ماي 1945، وهناك دراسة لباحث فرنسي اسمه جون بول بييرولو، وهذا يقول لنا حول العنف الاستعماري ويذكر فرضية معينة تقول أن في جالما أن هناك ثورة قام بها الميليشيات الأوروبية وقاموا بقمع وقتل أعداد كبيرة من الجزائريين. احنا نقول رقم 45، هناك من يقول 80 ألف، إلى حد الساعة لا يمكن تحديد الرقم الحقيقي لعدد الضحايا تاع مظاهرات 8 ماي 1945، رغم كل القراءات، ما قدمه شارل روبير أجرون أو ما قدمه جيلبير مينيي أو ما قدمه أسماء أخرى لباحثين فرنسيين أو جزائريين مثل محفوظ قداش، لكن الرقم الحقيقي لضحايا مظاهرات 8 ماي 1945 ليست موجودة. لذلك يبقى 45 الشهداء 45 ألف رمز لما حدث في تلك الأيام. وأختم قائلة أن المظاهرات بدأت من 8 ماي إلى 13 ماي 1945، والقمع الفرنسي استمر حتى جوان 1945. النقيض من ذلك، بعض الجرائد المصرية الأخرى تبنت الطرح الفرنسي في رؤيتها لهذه الأحداث، أين حملت المسؤولية لحزب البيان أو أحباب البيان وكذلك حزب الشعب الجزائري، على غرار جريدة الأهرام التي طبعا نهجها واضح آنذاك، وهي كانت مقربة أكثر من الدوائر الفرنسية باعتبار مؤسسيها اللي كانوا من المسيحيين المارونيين الذين أتوا من المشرق إلى هناك، وكذلك جريدة المقطم لقربها من الدوائر الغربية لا سيما البريطانية، غير أنه حتى هذه الجرائد يعني بعد سنة وأكثر غيرت من نظرتها للأحداث تجاه ما حدث في الجزائر من هذه المجازر، حيث نجدها تحتفي بداية من الذكرى الأولى وأيضا الثانية لهذه المجازر بهذه الأحداث، وغطتها يعني كلها تقريبا هذه الاحتفالات المخلدة لهذه المجازر التي احتضنتها القاهرة آنذاك، وخاصة مقر حركة شبان المسلمين أو جمعية شبان المسلمين، والتي شهدت حضور ثلة من أهم الزعماء وقادة الوطن العربي وكذلك الأحزاب والهيئات المصرية، على غرار قادة جماعة الإخوان المسلمين، كذلك حزب الوفد والأحرار الدستوريين كذلك، هذا فضلا أيضا طبعا عن قادة الحركات الوطنية المغاربية الذين كانوا متواجدين هناك، وعلى رأسهم قادة حزب الشعب ويعني وعلى رأسهم الشاذلي المكي، أيضا الحبيب بورقيبة، فضلا عن قادة الحركة الوطنية المغربية الذين كانوا متواجدين هناك أيضا. إذن هذا الدستور، هذا القانون يشكل انحراف عن الديمقراطية، إلا أن الفرنسيين عندما رأوا بأن هؤلاء الكولون قد تخوفوا
طرق تنفيذ هذا الدستور بددت مخاوفهم، بحيث أنهم لجأوا إلى تصوير الانتخابات التي وقعت سنة 1948، بحيث هذه الانتخابات يعني أدت إلى نتائج على كما أرادتها الإدارة الفرنسية، بحيث تحصلت حركة انتصار الحرية الديمقراطية على 9 مقاعد، والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري على 8 مقاعد، ونائبان مستقلان، بينما ما تبقى من 60 يعني 41 عضو كان من ما يصطلح على تسميتهم في أدبيات الحركة الوطنية ببني ويوي، أي الذين كانوا صنعتهم فرنسا أو الذين بقوا مرتبطين بالفرنسيين. إذن طبعا هذه يعني صفعة أخرى للحركة الوطنية، هذا الإجراء أو هذا يعني هذا القانون كذلك شجع الجزائريين على أنهم لابد أن يتخلوا على النهج السياسي الذي يتبنونه، وأصبحوا يفكرون بصورة جدية في العمل المسلح، فتشكلت المنظمة الخاصة، ثم ظهر يعني عرفت الحركة الوطنية تطورات حاسمة أدت في نهاية الأمر إلى تشكيل جبهة أخرى، وتشكيل عرفت تطورات كبيرة فجرت في نهاية المطاف ثورة تحريرية. وكمحصلة لما تطرقنا إليه، نجد بأن هذه الأحداث أو بالأحرى المجازر اعتبرت علامة فارقة ومنعرج حاسم في مسار الجزائر المعاصر، أو في مسار النضال الوطني الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، بحيث وضعت اللبنة الأولى للعمل المسلح أو بالأحرى للثورة التحريرية، فكانت بمثابة أول نواة وضعت أو لبنة وضعت في مسار العمل المسلح الذي قادنا بعد ذلك إلى تحقيق الاستقلال. وكانت البداية من إنشاء المنظمة الخاصة في فيفري 1947، وصولا بعد ذلك إلى الفاتح من نوفمبر سنة 1954، أين تم الإعلان والتوافق بصفة رسمية على الشروع في العمل المسلح وإعلان الثورة التحريرية المباركة التي أفضت كما أسلفنا إلى إنهاء الوجود الاستعماري الفرنسي بالجزائر.